بسم الله. الأخوة الأحبة، فعاليتنا إن شاء الله ستبدأ الساعة 11. فعاليتنا هتبدأ إن شاء الله الساعة 11 إن شاء الله. ثلاث دقائق طيب. كمان ثلاث دقائق. 11 لثلاث دقائق. لازم يعني نحط التمصب خليها جاهزه بالضبط على خليها جاهزه خليها جاهزه تبدا على طول يعني اذا صارت الساعه لقيت 11 الا دقيقه كله ما كمان دقيقه حنبدا ستاند باي اللي بيصور الاخوه الاحباب ان شاء الله دقيقه واحده حنبدا ان شاء الله دقيقه واحده يعني اللي عنده تصوير او شيء خليها دقيقه بس معنا عشان نبدا ان شاء الله لغاد شوي لغاد بعد عن البحث بدنا نشوف ايش بدي يا عم فيش ما بزعل منه بدل هذا روح ايوه كويس فاضي يعني في انا فاضي ايش تبدا وصل قول له يا راجل عزمي خلص روح شوي لغاد شوي شوي لغاد ادفع لي 100 شيكل ما بطلع الحين من هذا خلاص قول لا اله الا الله الله يبارك ابدا ان شاء الله بعدين معك عند العصرية لا تفسير بدك تطلع عصرية مش طالع التفسير أصلاً نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر يا من تسطرون أروع صور المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني الغاصب الذي يحاصرنا في شتى أمور حياتنا ويقتل أهلنا ويدمر بحصاره الجائر اقتصادنا ويروج لنا بضاعته ليدعم بعائداتها آلته الحربية المجرمة وليمارس علينا مزيدا من القتل والتشريد والتهويد بالإضافة لتمويل مشاريعه الاغتصابية على أرضنا من منطلق هذا كله ومن منطلق حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق والوسائل إننا في تجمع النقابات المهنية نعلن عن إطلاق الحملة الشاملة لمقاطعة الاحتلال ولمقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي. نبدأ بكلمة للدكتور سعيد خليل عايش رئيس حملة مقاطعة الاحتلال عن تجمع النقابات المهنية فليتفضل على بركة الله مشكورا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، لأن فلسطين قضية الأمة، ولأن هذا الاحتلال ما زال جاثماً على أرضنا يحاصرنا ويغتال أحلامنا، يقتل أهلنا ويدمر بحصاره اقتصادنا، ويروج لنا بضاعته ليدعم بعائداتها آلته الحربية المجرمة ليمارس علينا مزيداً من القتل، وليستبيح مزيداً من الأرض، ويمول مشاريعه الاستيطانية. من هنا ومن منطلق مشروعية حقنا في مقاومة هذا الاحتلال بكافة الوسائل والطرق، فإننا في تجمع النقابات الفلسطينية نعلن عن إطلاق الحملة الشاملة لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي. إن هدفنا من إطلاق هذه الحملة إنما يرمي إلى ما يلي: أولاً، زيادة رقعة المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي وفي كافة المجالات. ثانياً، تعرية مخططات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته في استهداف وزعزعة اقتصادنا الوطني. ثالثاً، العمل على دعم منتجاتنا المحلية بما يسهم في نمو اقتصادنا الوطني. رابعاً، تعزيز روح المشاركة الجماعية في مقاطعة الاحتلال على الصعيدين العربي والدولي. خامساً، زيادة ثقافة المقاومة الشعبية الواسعة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. سادساً، حث السلطة التشريعية لسن التشريعات وإصدار القوانين التي تحفظ حق شعبنا في مقاطعة الاحتلال. إن ترسيخ ثقافة المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي وعلى كافة الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها وفي داخل الوطن وخارجه هدف نسعى لتحقيقه، متوكلين في ذلك على الله أولاً ثم على وعي شعبنا في تبني نهج المقاطعة، حيث إنها جزء مهم في منظومة مقاومة المحتل. إن حجم الجرائم اليومية التي تمارسها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا زادت من الدافعية لإنجاح حملات المقاطعة ضد هذا المحتل الغاصب، فحملات المقاطعة التي تواصل عملها بقوة وفاعلية، مصممة على أن تكبد الاحتلال خسائر اقتصادية كبيرة. إن مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي تعود على اقتصادنا الوطني بعظيم النفع والفائدة. إن زيادة الطلب على المنتج الوطني يزيد من خلق فرص العمل، فيزداد الطلب على الأيدي العاملة في المصانع الفلسطينية بما يساهم في الحد من البطالة، وفي ذات الوقت أيضاً تعود بالخسائر على مصانع دولة الاحتلال. إن من شأن المقاطعة أن تحول الاحتلال لمشروع خاسر بعملية تراكمية قد ترفع من فاتورة احتلاله لأرضنا وترهق اقتصاده، لا سيما وأن المدن الفلسطينية تمثل سوقاً رائجة لمنتجاته والتي تزيد على 4 مليارات دولار سنوياً. لقد قامت حملة المقاطعة بإعداد خطة منهجية وصاغت وثيقة عهد ستوزع على الوزارات والمؤسسات والجامعات، نتعاهد فيها على مقاطعة الاحتلال مقاطعة تامة كي نصل إلى ترسيخ ثقافة المقاطعة بين كل قطاعات ومؤسسات الشعب الفلسطيني. وإننا نسعى لإنجاح هذا الأمر بمساندة
ومساعدة جميع شرائح الشعب، وأن تتبنى كافة الأطر والفعاليات الوطنية هذه الحملة. سنتواصل مع العالم الخارجي، وستمتد حملتنا وتتسع، وسنستمر في فعالياتنا ونشاطاتنا لكي نصل إلى تحقيق المقاطعة الشاملة للاحتلال بإذن الله. وسنرفع شعار لا تساهموا في دفع ثمن السلاح الذي يقتل أبناء شعبنا. إننا نطالب جميع الدول والهيئات التي عقدت اتفاقات شراكة مع الاحتلال بإلغاء هذه الاتفاقات في ظل انتهاكه المتواصل للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأخيراً، إننا في تجمع النقابات الفلسطينية نبارك المواقف ونثمن الجهود التي تبذلها جميع الدول والمؤسسات والهيئات المحلية والعربية والدولية، التي تبنت وما زالت تتبنى برنامج مقاطعة الاحتلال، والتي كان لها دور فاعل وأثر بالغ في كشف جرائم الاحتلال وزيادة عزلته الدولية، ومعاً وسوياً لمقاومة الاحتلال بكافة السبل والوسائل وصولاً إلى تحرير أرضنا المحتلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأستاذ سيد عايش على هذه الكلمة، ونترك الآن الكلمة باللغة الإنجليزية للدكتور الفاضل إيهاب النحال، فليتفضل على بركة الله مشكور. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Boycott Israel, occupation is a moral and a national duty. The whole world has witnessed the Israeli crimes against Gaza, recurrent regressions and continuously siege. In addition of historical occupation of the Palestine, more than 10 years, Gaza lives under bad and uncertain condition. People still starving and rebuilding their destroyed homes. People still healing their children's wounds. According to all of that, the Union of Syndicates in Gaza launched today a new national campaign of boycott of Israeli occupation, which will practice all, will practice of boycotting economic, political, academic, and cultural links with Israeli occupation. The Union of Syndicates, in order to establish and promote this aspect, has put a plan which is implementing, relying on the participation of people and stakeholders. Furthermore, we prepared a special document which is called the Document of Honor, will be declared in schools, universities, ministries and local organizations which can contribute in changing of the behavior of the public. As it is not acceptable that the European Union countries and many other countries in the world are boycotting the Israeli products, and we still in occupied lands eat and wear from our enemy hands. We aim from this campaign actively participate in the boycott of occupier and its products, and supporting our local products to the Israeli products. We aim also to educate our audience of such a kind of resistance, as well as we are seeking to enact laws that make the boycotting of the Israeli products is an obligation. In our announcement today about the launch of this campaign, we invite everyone to join us in increasing the boycott of Israeli products that begins at first by abstention from buying a product which labeled as made in Israel. And we are starting with this ongoing national campaign
We ask the Arab countries to stop normalization with the Israeli occupation at all levels. Finally, we call the European Union countries to cancel their partnership agreements with Israel in the light of the continuing occupation violation of international law and human rights. And we call everyone to be hand in hand to support our project and to boycott our enemy. Don't contribute in our killing and our homes destruction by buying Israeli products. We appreciate every effort and all solidarity activities behind the Palestinian issue. Peace, mercy, and blessing of Allah, the Union of the Professional Syndicates Gaza. Thank you. أشكر الدكتور إيهاب نحال على هذه الكلمة ونشكركم جميعا على مشاركتكم معنا في هذه الوقفة والسلام عليكم ورحمة الله.